النادي الأهلي تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقي أخطروا فيه بموافقة على تسليم درع الدوري بعد مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني التي تتلعب يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة، وده بعد ما قدم الأهلي طلب للكاف طلب فيه تسليم درع الدوري رغبة في الاحتفال به مع الجماهير اللي هتحضر المباراة. لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم استقرت على تعيين الحكم الليبي معتز الشلماني لإدارة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية. منتخب مصر لكرة اليد الكراسي المتحركة افتتح مشواره ببطولة العالم التي تستضيفها مصر بالفوز على منتخب تشيلي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على صالة حسن مصطفى. فريق مانشستر يونايتد حقق فوز كبير على فريق بيرنسلي بنتيجة 7-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب أولد ترافورد ليتأهل إلى دور 16 في البطولة. فريق ليفربول الإنجليزي فاز على فريق إي سي ميلان الإيطالي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح على ملعب سان سيرو بإيطاليا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. فريق ريال مدريد حقق فوزه في دوري أبطال أوروبا على فريق شتوتغارت الألماني بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم مساء الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأبطال. فريق بايرن ميونخ فاز على فريق دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 9-2 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2024-2025. فريق أستون فيلا الإنجليزي حقق الفوز مهم خارج ملعبه على فريق يونج بويز بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025. فريق يوفنتوس الإيطالي حقق الفوز على فريق أيدنهوفن الهولندي بنتيجة 3-1 على ملعب أليانز ستاديوم في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لشاذلي ومنا علشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.